السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اخواتي الغاليين، كل سنه وانتم طيبين داخل مصر وخارج مصر. احب ارحب باخواتي كلهم واعيد عليهم واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بتابعوني بكل صدق وبكل امانه، وبرحب بكل حبايبي اللي انضموا اليا في الفيديو اللي فات، فيديو فطائر الجلاش. ما تحرمش منكم كلامكم الجميل المحفز في الكومنتات. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنعمل السواسترو بطريقه سهله وبسيطه وسريعه، ولو انت اول مره بتعمليه ويفشل منك هيكون ناجح معاك ان شاء الله. بعد الفيديو ده هنسمي بسم الله ونكسر الصلاه حبيب، نخش على الطريقة على طول. طول ما احنا شغالين كده نأكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا هشتغل النهاردة في العجان، لو أنت حابة تعملي بالمضرب مفيش أي مشكلة خالص. أنا هضيف هنا 3 بيضات عشان حجم البيض معايا، كنت أنا مشتغلة بيض بلدي وكان حجمه صغير. لو أنت حابة عندك البيض كبير ممكن تضيفي بيضتين بس، لأن أنا تاني يوم عملته بنفس المقادير واشتغلت ببيضتين اتنين، وكان حجم البيض معايا كبير وطلع برضو أكثر من ممتاز. فأنا هنزل بثلاث بيضات كده زي ما أنتم شايفين، وأحط عليهم معلقة محسن الجل، ده بونو بلس بتجيبيه من عند أي مستلزم حد بتاع مستلزمات حلواني. وضفت كمان 3 كوبايه كده ميه ساقعه، بتكون لما كل ما تكون الميه معاكي ساقعه كل ما تخلي قوام الاسبونج معاكي جميل. ضفت كده ذره ملح بسيطه، وبعدين بضيف كده كوبايه من الدقيق، عليها معلقه كبيره من النشا هرميه، وعليها كمان نص كوبايه من السكر البودر. انا كان عندي السكر بودر وضفته كده على الدقيق. لو انت عندك السكر حبيبات سنترافيش اللي هو الابيض الفاتح ده مفيش اي مشكله خالص، هتنزلي بنص كوبايه. ببدا بس كده بالسبولات ان انا اجيب كل المقادير اللي هي في الجناب ديت علشان كله يتجانس مع بعضه، وكمان ما تنسيش الكيس من البيكنج باودر او معلقه كبيره. وبالشكل ده زي ما انتم شايفين كل المقادير ان شاء الله هنزلها لك بالجرام وبالكوبايه في صندوق الوصف، عشان في ناس بتحب تشتغل بالجرامات بتكون ادق معاه. بس بما ان مش كل البيوت فيها ميزانه فاحنا هنشتغل بقول لكم يعني المقادير بالكوبايه، عشان لو انك ما عندكيش ميزانه. نبدا ان انت نضرب في الخليط كده ما يقلش عن 8 ل 10 دقائق لغايه ما تلاقيه عمل معاك فوليوم وبيض معاكي كده وبقى عامل زي الكريم شانتيه. دي خطوه مهمه جدا البنات، او لو انت لسه مبتدئه او لسه ما تعرفيش امتى يوصل معاكي الاسبونج القوام المظبوط ان انت خلاص ترفعي المضرب عن الضرب عليه، لما يبقى معاكي شبه الكريم شانتيه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. شايفين بقى لون معايا هنا فتح معايا واكنها كريمه بالظبط، تعرفي ان خلاص معاكي القوام كده تمام. او تعملي بسلاح المضرب كده تخطيط عشوائي كده على الوش، لو لقيتيه علم معاكي كده واداكي الخطوط كده تعرفي ان كده تمام معاكي. لو لقيتي لسه ان الخليط معاكي لسه سايل كده والخطوط اللي انت بتعمليها مش معلمه معاكي كده على وش الاسبونج تعرفي ان هو لسه عايز ينضرب كمان دقيقه او دقيقتين. شايفين دي الخطوه اللي بقولك عليها، ان هو يديك علامه المنقار في المضرب زي الكريم شانتيه بالظبط، تعرفي ان معاكي كده الاسبونج ما شاء الله جاهز معاكي تبداي ان انت تفرديه بقى في الصاج بتاعك اللي هتدخليه الفرن. جهزت معايا هنا صاج مقاس 30×40 دايما بشتغل فيه، وبطنته كده زي ما انتم شايفين بورق الزبده. ولو انت مش متوفر عندك ورق زبده ممكن تجيبي فرخه كراسه كده من كراسه الرسم بتاع الولاد تستعيني بيها، او ورق حواوشي وتحطي تغلفي بيه برده هيقضي معاكي الغرض والاسبونج مش هيلزق فيه ان شاء الله. بدات ان انا افرد كده، اهم حاجه ان انت تخلي السطح كله ما يعني قد بعضه ارتفاع واحد، ما يكونش مكان عالي ومكان واطي، لان انا حطيته كده وحاولت وما سواش معايا برده كويس، فحسيت ان انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي حسيت ان هو من الجناب كان عالي ومن النص واطي شويه. حاولت ان انا بالستيك كده بطلع اي فراغات خالص في الاسبونج كده، وبدخله الفرن على درجه حراره 200 لمده 12 دقيقه. شايفين الاسبونج معايا ما شاء الله 12 دقيقه بس وطلعته. لو انت مبتدئه اول مره بتعمليه بتختبريه بخله كده، لقيتي فيه عجين هتدخليه الفرن كمان حوالي دقيقه، لقيتي خلاص تمام زي ما انتم شايفين معايا يبقى كده تمام. اهم حاجه اهم حاجه في السواسرو بالذات ان انت تدخليه ما تغيبهوش عن 12 من 10 دقائق ل 12 دقيقه عشان ما ينشفش معاكي وتقدري ان انت تلفيه بسهوله. ببدا ان انا اسلقه كده زي ما انتم شايفين عشان اطلعه من الاصاج. وتاني حاجه السواسرو لازم نشتغل فيه هو سخن على طول، ما ينفعش تسيبيه يبرد عشان ما ينشفش معاكي وتقدري ان انت تلفيه وما يكسرش منك. عايزه اقول لكم ان انا في الوقت ده جالي مكالمه تليفون، فطبعا مش هعرف اصور بالتليفون وانا بتكلم، فطبعا جبت بقى ورق زبده وحطيته كده على الوش وبالفوطه وبتاعه مطبخ تكون نضيفه كده، وبالبلدي كده تقمريه وتسيبيه حوالي دقيقه او اتنين، هتلاقي زفاره البيض الطبقه الخارجيه اللي بتبقى على الوش ديت بتطلع معاكي بكل سهوله. دي خطوه مهمه جدا لازم تعمليها علشان يطلع معاكي بكل سهوله زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ساعه ما تعمليه وهو لسه طالع سخن من الفرن على طول تحطي ورقه الزبده وعليها الفوطه، هتلاقي معاكي السطح ده اتشال معاكي بكل سهوله من غير ما ينشف. وكمان لما بتغيبيش الاسبونج معاكي في الفرن الحراري بتلاقي الاسبونج معاكي طري وجميل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تقدري تشكليه زي ما انت عايزه جاتوه وتطلعي منه تورتايه تعملي سواسرو يكون طري معاكي بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
وبنفس الورقتين اللي كنت حطاهم على الوش كده بشيل بيهم الطبقة الخارجية اللي عاملاها زفرة البيض على الاسبونج، برضه بحطهم وببدأ ان انا اسلك الاسبونج كده من تحت والف بشكل اسطواني زي ما انتم شايفين عشان يديني الشكل الجميل دوت. وهجهز بقى معايا فوطة مطبخ نظيفة كده او اي فوطة موجودة عندك وتبدأ ان انت تلفيها تاني كده عشان يديك الشكل الاسطواني الجميل ده، وندخله التلاجة ونسيبه كده حوالي ربع ساعة او 10 دقايق علشان ياخد معاك الشكل الجميل دوت، يبقى متماسك معاكي ولما تيجي تطلعيه ما يتكسرش منك ولا يجرى فيه اي حاجة خالص. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بياخد معايا بقى الشكل الدائري ده زي ما انتوا شايفين، ولو اتقطع منك حته صغيره او حاجه مش مشكله، ميزه السواسرو ان انت بتعالجيه بالكريمه وبيبقى معاكي زي العسل. بالشكل ده كده بدات ان انا اشيل بقى كده وجبت بقى الكريمه. الكريمه ديت ميزه السواسرو كمان عايزه اقول لكم ان هو بكوبايه كريمه واحده او كوبايه الا ربع بس من الكريمه تقدر ان انت تعمليه، يعني مش بياخد كريمه كتير زي الجاتو او التورتايه. انا عملت هنا كوبايه من الكريمه وحطيت عليها حوالي كده كوبايه من الميه المثلجه وحطيت عليها كمان حوالي 3 معالق من السكر البودر وضربتها كانت معايا بالشكل ده. وحاولي ان انت في الحر بالذات ان انت ما تكتريش نسبه الميه على الكريمه علشان ما تضايق الشتاء، الكريمه بتختلف الضرب بتاعها في الشتاء عن الصيف. حطيت كده كمية كده زي ما انتم شايفين وهبدأ ان انا الفه تاني بالشكل ده كده. انا هنا بقى حطيت ورقتين زبدة كده تحته وحاولت ان انا الفه كده زي ما انتم شايفين بشكل دائري كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ ان انا الفه كويس واغلفه كويس جدا وندخله في الخطوة دي الفليزر حوالي كده نص ساعة ربع ساعة لغاية ما تمسك معايا كده الكريمة تتمسك معايا كده في السواسرو بحيث ان هو يبقى ما يفكش معاكي وياخد الشكل الدائري اللي احنا متعودين عليه. بالشكل ده كده جبت الفوطة تاني ولفيته فيها ودخلته الفليزر وسبته كده حوالي نص ساعة بالشكل ده كده. انا كنت شغاله فيه قبل الكهرباء ما تقطع وسبته كده لغايه ما الكهرباء جت الساعتين اللي بتقطع فيهم ورجعت اشتغلت فيه تاني. جبت بقى هنا صاج كده وحبيت ان انا احطه كده حاجه تكون كبيره علشان ما يتناش معاكي او يكسر معاكي، وبدات ان انا بقى جبت بقيه الكريمه معايا وبدات ان انا اجلس فيه بالشكل ده زي ما انتم شايفين من بره كده. لو انت حابه ان انت تعملي سواسرو بالشوكولاته هيبقى نفس المقادير بالظبط، بس هتشيلي كوب معلقه من الكاكاو الدقيق وتضيفي بدلها كاكاو خام اسباني غير محلى، وهي هي نفس المقادير مش هتختلف حاجه. وزي ما قلت لكم كل المقادير ان شاء الله بجرام والكوبايه هنزلها لك في صندوق الوصف، واللي فيكم ما يعرفش صندوق الوصف هتضغطي على عنوان الفيديو هيظهر معاكي المقادير، هتضغطي على عرض المزيد هتظهر معاكي كل المقادير ان شاء الله. بالشكل ده كده انا جبت هنا الاسكريفر وبدات ان انا اسوي بيها كده بالشكل ده بسويها. عايزه اقول لكم بقى انتوا لو خدتوا بالكم من السواسرو اللي انا عاملاه ده ان تحس ان الجناب عاليه شويه والنص واطي حاجه بسيطه، لان انا عندي الفرن الحراري محطوط على الرخامه والرخامه واخده ميل بسيط كده لتحت، فلما بحط الكيكات كده فيها بتطلع معايا ان هي مميله لحاجه بسيطه، علشان بتبقى لما بحط الصينيه او الصاج في الفرن الحراري بتبقى مميله حاجه بسيطه، الاقيها عاليه من مكان وواطيه من مكان بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طبعا انت عندك بقى يبقى الفرن مظبوط او سواء دخلتيه الفرن البوتاجاز. جبت هنا الاسكريفر المشرشر هنا زي ما انتم شايفين وبدات ان انا اعمل التعريجات البسيطه ديت اللي بتديها منظر جميل كده من على الوش كده. ورقه الفاكيوم حاولت ان انا اسوي بها الكريمه كده عشان تبقى مديه سطح املس كده ناعم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. في الخطوة دي بقى قبل ما تبدأ ان انت تقطعيه برضو دخليه الفريزر يتمسك معاكي والكريمة تشد معاكو شوية، لان الكهرباء بتبقى الدنيا حر جامد فعشان الكريمة ما تسحش معاكي. بدأت ان انا اقطعه يتقطع معاكي بكل سهولة خالص وبيبقى شكله بديك شكل متناسق كده وجميل ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هي الرول بتاع السواسرو ده اداني 10 قطع بالظبط، يعني انا طلعت الزوائد اللي هي بتبقى مش متساويه من الجناب وبدات ان انا اقطعه اداني 10 قطع. طبعا انت لو انت حابه ان انت تصغري في الحجم شويه ممكن يديكي 12 قطعه. انا جبت هنا كان عندي شوكولاته سيحتها كده على حمام ميه بمعلقتين من الزيت او معلقه واحده بس من الزيت عشان تديها لمعه جميله كده، وفي كيس كده الاستعمال الواحد، وحبيت ان انا اعمل الشكل ده كده على الوش كده. حابه ان انت تسيبيه بس بالكريمه وما تضيفيش عليه اي اضافات خالص مفيش اي مشكله خالص. حابه ان انت تضيفي الشوكولاته برده اللي يريحك والمتاح والمتوفر عندك في مطبخك. هنبدا بقى ان احنا نقطع معانا القطع كده، وكل مره بتقطعي فيها القطعه السواسرو يكون ما فيه بقى مناديل للمطبخ كده تمسحي السكينه او الطرنش اللي انت بتقطعي بيه بحيث ان هو ما يعملش معاكي اي يعني الكريمه ما تختلطش معاكي وتبهدلي الدنيا. فكل مره بتقطعي فيها تكوني محضره مناديل مطبخ او فوطه مطبخ نظيفه وتقطعي بيها بالشكل ده كده. شايفين بقى الحلاوه والجمال قد ايه كده جميل وشكله ما شاء الله جميل جدا وطعمه. عايزه اقول لكم الاسبونش البيتي والله ما يفرق حاجه عن الاسبونش الجاهز خالص، انا على طول بشتغل بيه ومش
تشتري اي سبونش جاهز خالص، يعني انتوا عارفين ان السبونش الجاهز بعد الوقت يعدل كام، 20 جنيه الربع كيلو، فانت الاوفر انت تعمليه في البيت وزيه زي الجاهز بالظبط، ومش بتفرق حاجه. ولما بتعمليه، وده كمان لو انت بتعملي مشروع او اونلاين في البيت كده وبتطلعي اوردرات، ده هيوفر عليكي كتير احسن من انك تجيبي جاهز من بره. شايفين بقى الحلاوه والجمال، حاجه كده في منتهى الجمال، قد ايه كده شيك في التقديم. وبقى عيد ميلاد مناسبه جاي لك حد بقلل المقادير وبقلل الامكانيات، هتعمليه وبطين اتنين زي ما قلت لك، وهيطلع معاك ان شاء الله نتيجه فوق الممتاز. انا هنا كنت بعده علشان اقول لكم على العمل معايا كام قطعه، بس طبعا زي ما انتم شايفين القطعه معايا كانت كبيره، لو انت حابه ان انت تصغريها هيطلع معاك 12 قطعه بالظبط. انا بقى كان فاضل معايا كريمه كده، فحبيت ان انا اعمل بيها روزتات بسيطه كده على الوش كده. وطبعا المفروض ان احنا مثلا لو في كريز تحطي كريز كده بيكسر اللون معاك الابيض، بس انا طبعا ما كانش في كريز ومستلزمات الحلواني كانوا قافلين عشان احنا طبعا كنا في اجازه العيد، فطلعت شوكولاته كده وبونبونيات من بتاعه العيد، طبعا كلنا طالعين من العيد وعندنا بقى الحاجات ديت، فاخدت منها شوكولاته كده وقطعتها قطع صغننه وحطيتها على الوش كده، كانت طعمها في منتهى الجمال واحسن من الكريز كمان، يعني الولاد احب الشوكولاته كمان على القطع احسن كمان من الكريز. وانتوا كمان قولوا رايكم في التعليقات كده، اجمل ولا ان نحط الكريز، يعني الكريز اجمل كمان على اللي بالفانيليا ولا الشوكولاته اللي اجمل، رايكم طبعا يهمني، وان شاء الله تجربيه وتقولي لي ايه رايك، قد ايه بقى السبونش هكذا جميل، والسبونش الجاهز السبونش اللي هو البيتي احسن كمان مليون مره من الجاهز. عايز اقول لكم ان انا لما بعمله في اعياد الميلاد ما بيتفرقش خالص عن انه جاهز او ان انت عاملاه في البيت. طبعا المقادير كلها ان شاء الله هنزلها لك في صندوق الوصف. شايفين بقى قد ايه جميل والكريمه متماسكه معاه ما شاء الله. جربيه وقولي رايك في الكومنتات، لو عندك اي سؤال اي استفسار عن اي حاجه اكتبي لي في الكومنتات وانا هرد عليكي. لو اول مره بتشوفيني ومش مشتركه في قناتي، فضلا وليس امرا تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على كل عشان يوصلك منا كل جديد، لايك وشير مع اصحابك. احب اشكر كل اخواتي وحبايبي اللي انضموا اليا في الفيديو اللي فات بتاع فطائر الجلاش، ما تحرمش منكم ولا من كلامكم الجميل. بحبكم في الله وسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.